ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. وعاوز كل أخ كده يبدأ يعني صحصح معايا ويبدأ إن هو يقيس نفسه ويوزن نفسه بالأمور الثلاثة دول. يا ترى أنا يا ترى مجمعهم محققهم ولا أنا لم أحقق هذه الأمور الثلاثة؟ والله لو كنت بجمعهم الحمد لله الذي وفقني إلى هذا وأزداد اجتهاد حتى تتعمق هذه المعاني عندي. طيب إذا لم أكن قد أصبت هذه الخصال الثلاث أعمل إيه؟ أجتهد حتى أصيبها إن شاء الله. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك. يا الإنصاف من نفسك، دايما الإنسان يتهم نفسه، دي مسألة في غاية الخطورة، أن الإنسان لا ينسب لنفسه فضيلة بل ينسب إلى نفسه كل رذيلة. أنا الأحمق الجاهل اللي 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 اللي. سبحان الله، في ترجمة نور الدين محمود إن كان هناك معركة فاصلة، كان عدد النصارى الإفرنجي فيها أضعاف مضاعف عدد المسلمين. الراجل بص كده يتلاقي جنده قلة وجند الإفرنجي كثرة حاجة جبارة، امتلأ بهم الوادي، يسيل بهم الوادي وجنده قليل. فصلى بالليل وأخذ يبكي ويتضرع ويقول: اللهم انصر عبدك الكلب نور الدين محمود، عبدك الكلب نور الدين محمود. أحد الصالحين في الجيش بعد صلاة الفجر أتاه قال: أبشر يا سلطان المسلم. قال: بماذا؟ قال: قد أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني أن الله تعالى ناصرك وجعل ذلك أو جعل لذلك علامة. قال: وما هي؟ فقال: دعوك في جوف الليل، اللهم انصر عبدك الكلب نور الدين محمود. انظر إلى أن الإنسان يغمس نفسه، مش الإنسان يرى أنه أفضل من غيره في رأيه أو عقله أو جهده أو تعبه أو جمعه أو تحصيله أو كده أو سبحان الله. ليه؟ لماذا ذلك الأمر؟ فالإنسان كل ما بيزد من حاجة يشعر بفقره في ذلك الشيء. الإنسان لما بيزد علم يزداد علمه بإيه؟ بجهله. والإنسان لما بيزد صحة يزداد معرفة بضعفه. والإنسان لما يزيد غنى يزداد شعور بفقره. ده الإنسان اللي عنده إحساس. لكن الإنسان الذي لا إحساس له كل مستوي، فما لميت من إيلام، ليس له إيلام. لو جبت حتى يعني سيف وغرسته في الميت ما قال حس، مش هيتألم لأنه ميت. لابد الإنسان أن يكون له إحساس، لابد أن تنصف نفسك من نفسك، لابد أن تنصف نفسك من نفسك. إياك أن تزكي نفسك. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ قال الله: بل الله يزكي من يشاء. التزكية مش لهم، ولكن الذي يزكي هو الله. وذلك لما احنا نزكي حد نقول ايه؟ أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد. يبقى أنا عشان أزكي واحد أقول القصة دي كلها وهو بينه وبين نفسه يعتقد إن هو الفهامة العلامة اللي أراه كلها على الجدة، وهو زي الكلام ده، كيف ذلك الأمر؟ ثم إنه كيف يرى غيره وهو أقل منه؟ يا إخواني، العجب هو بريد الكبر، العجب بريد الكبر، فمن لم يعالج نفسه من العجب وقع في الكبر. والكبر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنا. قال: ذلك ليس من الكبر، الكبر
بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، لأنه شايف إن هو أحسن من غيره، معجب بنفسه، رأيه أحسن من غيره، ودماغه أحسن من دماغ غيره، وفهمه أحسن من غيره، يبقى إذا ما بيرد كلام غيره لابد أن تكون سهلا طيعا منقادا للحق إذا ظهر لك في لحظة. لا تكن عصيا، لا تكن صعبا، كن سهلا. انظر إلى الإمام مالك عليه رحمة الله لما سئل عن تخليل الأصابع في الصلاة، في الوضوء، قال لا أراه على الناس. الإمام مالك بقى المجلس بتاعه مليان مئات، كان موجود في هذا المجلس عبد الله ابن يزيد المقري، فلما انفض الناس أتى له عبد الله وقال حديث سمعته عن فلان، إلى أن أتى بحديث المستور بن شداد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يخلل أصابعه في الوضوء. الإمام مالك على طول قال ما شاء الله، إسناد جيد، والله ما سمعته إلا الساعة. فكان يفتي بعد ذلك بتخليل الأصابع في الوضوء في لحظة. لكن ممكن إنسان يظهر له الحق أو يظهر له الصواب في كلام غيره يبقى عصي ولا يقبل ويجادل ويناقش ويعافر. لا، حاول أن تعالج نفسك. هذه المسألة تحتاج إلى ضربة، وتحتاج قبل ذلك إلى دعاء من الله. الصحابة عندما أصابهم العجب هل تركهم الله ولا ربنا عالجهم؟ بس كان العلاج صعب قوي، العلاج كان صعب. دايما لما المرض بيجي عند الإنسان الحساس بيبقى العلاج بتاعه صعب، بيبقى علاجه صعب. طب لما يجي عند الصحابة يبقى علاجه إيه؟ صعب. قال الله ويوم حنين إذ أعجبتكم، أدي العجبة، إذ أعجبتكم كثرتكم، كانوا 12,000، 10,000 من الذين فتحوا مكة، و2,000 من مسلمة الفتح. يبقى الجيش كان كام يا اخوانا؟ 12,000. تبص كده يملى بقى من شارع جيهان، كل المنطقة دي كلها تتملى، 12,000 عزبة. بصوا كده تلاقوا بقى أعداد جبارة، قالوا ما شاء الله لن نهزم اليوم من قلة. الجيش اللي هزمنا لابد يكون أكتر مننا، وما فيش جيش أكتر مننا، إذا نحن إيه؟ هننتصر. فاهمين السياق ده؟ لن نهزم اليوم من قلة، دي الجملة الأولى، ده المقدمة. المقدمة الثانية، ليس هناك جيش في جزيرة العرب أكبر من هذا الجيش. إذا النتيجة إن إحنا سننتصر على أي جيش. أصابهم ماذا؟ العجب. خلاص، قال الله فلم تغن عنكم شيئا، مش لو بس، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، إيه كمان؟ ثم وليتم مدبرين. أمال النصر جه إزاي؟ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. يبقى النصر لبكثرة الأخلاف. علاج المسألة دي عند الصحابة، قتل منهم من قتل، وجرح منهم من جرح، حتى يتعلموا معالجة العجب، وتعلموه. احنا في حياتنا لما ربنا عز وجل يريد أن يجتبي إنسانا، لو اتلفت يمين ولا شمال في مسألة العجب ربنا يديله على طول، يعاجله بالعقوبة. معاجلة الفاضل بالعقوبة عند العجب إكرام من الله، معاجلة الفاضل بالعقوبة عند العجب إكرام من الله، إكرام من ربنا. زي ما ربنا عجل الصحابة بإيه؟ بالعقوبة في يوم حنين. كذلك أنت أول ما يصيبك عجب في حاجة ربنا يعاقبك فيها، فتبدأ تفوق، فترجع ربنا سريعا، ده إكرام من الله عز وجل. يبقى ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك، اجتهد،
بل الإنسان على نفسه بصيرة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس إما أن تصلحها فتكون منبع الخير، وإما أن تهملها فتكون موئل الشر. الثانية، الجملة الثانية، وبذل السلام للعالم بفتح اللام مش للعالم، للعالم. واحد يقول لك لا احتسلم على العلماء بس، اه وبذل السلام للعالم، لا هي للعالم، والمقصود بالعالم أي لكل الناس، من تعرف ومن لا تعرف. الثالثة، والإنفاق من الإقتار. من هنا أداة بمعنى مع أو بمعنى عند، بمعنى مع أو عند، والمقصود الإنفاق مع الإقتار أو عند الإقتار، عند ظرفية، ومع للمصاحبة، يبقى الإنفاق مع الإقتار والإنفاق عند الإقتار. ما معنى الإقتار؟ الضيق والحاجة والعوز والفقر، يبقى مع فقره وعوزه وحاجته ماذا يصنع؟ يعطي وينفق. حاول أن تتعلم الصدقة ولو بالشيء اليسير، طلع كل يوم ولو نص جنيه. نص جنيه دلوقتي لو اديتها لأي واحد بيقول حاجة لله يبص بقى يرجعها لك تاني. انت دلوقتي تديهم الجنيه مش ما بيعجبوش الجنيه، يقعد يبص في الجنيه ويبص لك، يعني بيقول لك انت تدي لي جنيه. اقل واجب دلوقتي 5 جنيه مع الناس اللي ماشيين في الشوارع دول. الاطفال الصغيرين دلوقتي عارفين النص والجنيه والخمسة جنيه. انا مش عاوزك نص جنيه بس، النص جنيه يعني في الشهر كام؟ 15 جنيه. يعني في السنة كام؟ 140، 144، 12 في 12 و 36، يبقى 144 و 36 كام؟ 180 جنيه. 15 في 12 ب 180 جنيه. صح؟ 180 جنيه. 180 جنيه طول عمرك نص جنيه بنص جنيه مش هتشعر. بس اتعلم حاجة اسمها الصدقة، حاجة اسمها الصدقة. انت بتروح تجيب سندوتش الفول بجنيه وربع نعم بجنيه ونص، بجنيه ونص. وأقل واجب بتاكل لك إذا كنت من الزاهدين، سيبنا بقى منهجك يا مولانا مش واحد بس، إذا كنت من الزاهدين هاكل لك سندوتشين إذا بثلاثة جنيه. أنا بقول لك مش 3 جنيه، بقول لك نص جنيه كل يوم حتى لو كنت فقيرا. صدقني ربنا عز وجل ببركة هذا النصف سيفتح عليك ويبارك لك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يهدينا إلى كل بر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، أن جمع قلوبنا على هداه وعلى نصرة دينه وأحبابه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.